مشروع. إن مقاربة الموضوع يقتضي التمييز بين الأسرى غير المشروع وغيره من الجرائم المالية. ذلك أن القانون الجنائي وإن كان يتضمن العديد من الجرائم المالية التي تستهدف معاقبة الوسيلة غير المشروعة التي تم الإثراء عن طريقها كالرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها، فإن هذه الجرائم ينصب فيها التجريم والعقاب على الوسائل التي استعملت للاقتناء، وأن واقعة الإثراء هي نتيجة لتلك الجرائم المعاقب عليها وهي واقعة غير معاقب عليها في حد ذاتها، في حين أن الدعوة إلى تجريم الإثراء غير مشروع تستهدف تجريم النتيجة وهي واقعة الإثراء غير مشروع وغير المبرر والتي لم تستطع العدالة إثبات الوسائل المستعملة للوصول إليه وتحقيقه. وتتمثل هذه الأسباب الموجبة لضرورة تجريم الإثراء غير مشروع في اتساع ظاهرة التطور المتنامي للثروات المشبوهة لدى بعض من يتحملون مسؤولية عامة وهاجس استعادة الأموال المنقولة من بعض من يتحملون مسؤولية عامة إلى الخارج وتوفير إطار القانوني للتجريم والعقاب واستعادة الأموال والمساهمة في مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة والشفافية. وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد أهم إطار ملياري لتجريم الإثراء غير المشروع، حيث أوصت هذه الاتفاقية بضرورة تجريم الإثراء غير المشروع، وذلك بأن تعمل كل دول طرف في هذه الاتفاقية مع مراعاة دستورها والمبادئ الأساسية لنظامها القانوني على اعتماد التدابير التشريعية وغيرها من التدابير الضرورية قصد إضفاء طابع الجريمة الجنائية على الإثراء غير المشروع إن كان الفعل قد ارتكب بصورة مقصودة، بمعنى أن هناك زيادة محسوسة في الذمة المالية للمنتفع العمومي لا يستطيع هذا الأخير تبريرها بصورة معقولة قياسا إلى مداخله المشروعة. وقد صرم مسار السعي نحو تجريم الإثراء غير المشروع ولا زال بالعديد من الإشكاليات الحقوقية والقانونية، أهمها إشكالية مدى احترام مبدأ شرعية التجريم والعقاب، إشكالية مدى احترام مبدأ قرينة البراءة، إشكالية مدى التحديد الدقيق للمقصود بالإثراء غير المشروع، إشكالية صعوبة مطالبة المجتمع بإثبات مشروعية الأموال التي هي بحيازته، إشكالية قلب الإثبات من النيابة العامة إلى مشتبه، إشكالية صعوبة إقرار عقوبة للإثراء غير المشروع من دون التحقق من مصدر هذا الإثراء. هذه الإشكالات التي انعكست على المواقف المتباينة من تجريم الإثراء غير المشروع واختلاف الأنظمة القانونية في معالجته، حيث تعاقب بعض الدول الإثراء غير المشروع بدون أي قيود قانونية، في حين أن دول أخرى تربط العقاب عليه بشرط إثبات الجريمة المرتكبة لتحقيق الإثراء. فيما اعتبر دول أخرى الإثراء غير المشروع في حد ذاته دليلا على جرائم أخرى، وهذا الأمر هي تغطئة من أجل الإحاطة بالحد الأدنى من المطالبة بالتجريم لهذه الأفعال. ما تم تحديده هو إن كان التعريف ديال الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد اللي صادق عليها المغرب على ما أظن في 2003-2007 ونشرت في الجريدة الرسمية في 2008 وكانت مؤرخة في حد ذاتها في 2003، لم تعرف الفساد بكيفية دقيقة، وإنما حدد من ضمن الجرائم التي تدخل في هذا الإطار الإثراء الغير المشروع. المغرب بالفعل الإثراء الغير المشروع بهذه الطريقة تركت الاتفاقية على ما أظن الاختيار في تجريمه للدول الموقعة على الاتفاقية، في حين هناك جرائم أخرى إلزامية التجريم فيها كان واضحا باستقراء القانون الجنائي المغربي. يلاحظ على أن كل جرائم المنصوص عليها والمهددة في الفصل 15 إلى 25 عام تنضم من هذه الاتفاقية كانت مجرمة كاملة في القانون الجنائي بكيفية الدول، ولم يبقى منها إلا الإطراء الغير مشروع. هذا التوجه الآن كاين واحد الإحساس لدى الجميع لأنه وإن جرمت تلك الأفعال إلى خلطة الإثراء غير المشروع بتجريم فقد يكون منفذا للتهرب من كل الأفعال الإجرامية الأخرى من نقص الأموال إلى آخره في إطار هذا التوجه. من الإحساس بتفشي وتناني جرائم الفساد بتلوينها المختلفة تستوجب توجيه السياسة الجنائية باعتبارها ركيزة أساسية داخل المنظومة الشمولية التي تعتبر الوقاية والتوعية والتعاون والتواصل والمكافحة نواظم متكاملة من شأنها محاصرة هذا النوع من الجرائم، وهو ما يفرض مراجعتها لضمان فعاليتها لمواجهة التطور الكمي
والنوعي لجرائم الفساد، وتماشيا مع الالتزامات الدوليه خصوصا منها الاتفاقيه المتحدث عنها ديال الامم المتحده لمكافحه الفساد، وكذلك ما نص عليه دستور المملكه 2011 الذي ادرج مقتضيات الحكامه الجديده ومكافحه الفساد كمكون اساسي في المنظومه الدستوريه، خصوصا وان المغرب يصنف في عرف المنظمات الدوليه والمعنيه بالامر في خانه الدول ذات مستويات العالية نسبيا في انتشار الفساد. تعتمد هاد المنظمات من ضمنها المؤشرات لقياس وإدراك الفساد، كاين المؤشر ديال النزاهة، وكاين المؤشر ديال احترام القانون ودولة القانون، وكاين المؤشر ديال حكم القانون. هاد الرتبة المتدنية للمغرب وفق هذه المؤشرات تستوجب الضرورة أن تحيينا المنظومة الجنائية، إنه ليس أن تحيينا فقط ولكن أن تكون هناك إرادة صحيحة وصادقة لتحيينها، وذلك بتجريم الإثراء الغير مشروع. بالفعل عشنا تجربة في وقت معين والتي كان الطرح ديال التعديل ديال الفصل 265 على ما صدر من القانون الجنائي، وكان ذاك في عهدي اظن بالقاطع السيد وزير العدل الاستاذ الرميل، وتم تبني فصل يعاقب بالحبس وبالغرامه، كما تم تحديد الاشخاص المقصودين بذلك وهو الموظف العموني على ما اظن او من في حكمه، وباقي لا بالمفهوم ديال المنتدب العمومي ولا بالمفهوم المنتدب العمومي في القانون الجنائي اللي هو تحدد 224، الا انه تبين فيما بعد على ان ذات الفصل طرأ عليه تبيين، وتم الاكتفاء بمعاقبه من 100,000 درهم الى 1,000,000 درهم دون اي عقوبه حبس، وتم تعويم الاشخاص الذين قد يطالهم هذا الفصل. إلى حد الآن ليس هناك ما ينبئ بكون هناك توجه صادق لجريم هذا الفعل الجرمي، خصوصا النقاش الذي عشتموه مؤخرا داخل قبة البرلمان، والكيفية التي تم تناول بها هذا الواقع بالقراءات السياسية المختلفة للأحزاب التي تشكل الأغلبية داخل البرلمان. غير مشروع ناتج عن استباقية غير صحيحة، لأن التجريم ديال هذا الفعل الجرم ديال هذه الأفعال هو تجريم للنتيجة وليس للوسيلة، في حين أن إخضاع الأشخاص قبليا لصريح بالممتلكات والرقابة المالية وتضمين أطياف منهم ضمن ذاك البرلمانيين الوزراء إلى آخر القائمة الأولى، كونوا على يقين على أن هذا التنزيل كان يجب أن يكون لاحقا على التجريم حتى تجرم الإثراء، وأن ذاك نحدد الوسائل والكيفية التي سيتم بها الإفصاح عن التجريم بحد ذاته. عندما تعين الشخص وهو الذي يشرع، هل تظن احنا ما تنقولوش فاسد، تنقولوا يشرع، قد يسقط بعضهم في مجال اخر. كونوا على يقين على ان القانون في هذا الاطار هو واجهه لطبقه دون اخرى. اشكر الاستاذ رميد على مداخلته القيمه. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب.